هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. طيب الله أوقاتكم متابعينا ومتابعي برنامج عليكم العافي بحلقة جديدة هذا الأسبوع نتحدث فيها عن شأن من شؤون الطب النفسي، حيث أننا نحرص في هذا البرنامج على أن يكون لدينا حلقة شهرية تخص هذا المجال، لما نجد من حاجة لهذه المواضيع ومواضيع الطب النفسي والعلاجات والدعم النفسي. حلقتنا هذا الأسبوع تتحدث عن الدعم النفسي لذوي المفقودين، سواء أطفال مراهقين أو حتى الزوجات الأرامل أو حتى الأزواج الأرامل. فهناك بيانات وتقديرات تشير إلى أن هناك 2 مليون سوري فقدوا أحد أطرافهم، وأن هناك 200,000 يتيم فقط في شمال سوريا، وحوالي 40,000 أرمل أو أرملة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المفقودات فقدها السوريين خلال هذه السنوات مجتمعة. معنا في هذه الحلقة من إسطنبول الدكتور وسام محاسني، طبيب نفسي، عبر سكايب يحدثنا عن هذا الموضوع. مرحبا بك دكتور وسام، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا دكتور أيمن، ويسعد صباحك إليك ولجميع السادة المشاهدين. أهلا دكتور وسام، طبعا أنت الترياق النوعي لهكذا موضوع، فلديك فترة وباع طويل مع السوريين منذ 6 سنوات وإلى الآن في هذا المجال. دكتور أريد أن أسألك في السؤال الأول، أنتم كأطباء ونحن نقرأ أن هناك دعم نفسي أولي، فهل هناك دعم نفسي ثانوي؟ ولماذا يقسم بهذا الطريقة؟ وما هو الدعم النفسي الأولي؟ نعم دكتور أيمن، بالنسبة للدعم النفسي الأولي اللي هو الـ PFA، نعم، وفي ناس بيسموه الإسعاف النفسي الأولي، نعم، هو من أهم البرامج اللي بتوصي فيه منظمة الصحة العالمية الـ WHO بحال حدوث الكوارث، سواء كانت هذه الكوارث كوارث طبيعية أو كوارث صنعية. يعني كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، أو الكوارث الصنعية اللي هي من صنع البشر مثل حوادث السير والحروب. هذا البرنامج عادة يطبق في بداية حدوث الأزمات، وله تأثير مهم، ويعتقد بأنه سريع الاستجابة بالنسبة للأشخاص اللي تعرضوا لمثل هالحوادث المؤلمة. نعم دكتور، برأيك في الحالة السورية هل تقديم الدعم النفسي الأولي يجب أن يكون هناك استقرار على الأرض حتى نبدأ به، أم يجب أن نعمل في المناطق المستقرة؟ ما يعني بالضبط توقيته بالضبط كيف دكتور؟ الواقع عادة يفضل أنه لما نطبق الدعم النفسي الأولي المفروض يكون في عنا بيئة آمنة، يعني مكان آمن، حتى الناجي يكون قادر على الارتياح والتعبير عن مشاعره، بالإضافة لموضوع السرية، سرية المعلومات والحفاظ على كرامة الشخص. طبعا هذا الشيء في على العموم القواعد العامة، ولكن في الحالة السورية يعني نحن صار لنا تقريبا 8 سنوات. السؤال اللي بيسأل اللي بيطرح نفسه، هل احنا بننتظر والله تستقر الامور ومن ثم نبلش؟ طب ما احنا صار لنا 8 سنوات. لذلك كان القرار وبشكل مباشر انه حتى ولو ما كانت البيئة امنة نحاول ان نبحث عن اكثر بيئة مستقرة حتى لو كانت مستهدفة، بحيث انه نقدم الدعم النفسي الاولي لهل الضحايا أو منسميهم الناجين حالياً اللي تعرضوا لها الأزمات. نعم. طيب دكتور، نقرأ أحياناً عن شيء يسمى هرم ماسلو أو الاحتياجات الإنسانية وتقسيمها. هل هذا الهرم حقيقي؟ هل له علاقة في الطب النفسي؟ هل فعلاً الاحتياجات الإنسانية تتوضع ضمن هذا الهرم؟ نعم، الواقع هرم ماسلو هو من تصنيفات الدعم النفسي الأولي أو الدعم النفسي الاجتماعي، وعادة هو له عدة مستويات. بالنسبة لقاعدة الهرم عادة بتكون هي تأمين الأمور الأساسية، يعني مثل الأمان، الغذاء، الماء، السكن، الملابس، الشرب،
الأمور هاي كلها المفروض طبعا يتم تأمينها، اللي هي نحن بنسميها طبعا الأمور الأساسية، هاي اللي بنسميها الطبقة الأولى اللي موجودة بقاعدة الهرم. بالنسبة للمستوى الثاني اللي هو تقوية الدعم الأسري الاجتماعي، يعني اللي بنسميه تفعيل الشبكات الاجتماعية، يعني بنخلي هالناجين إنه يتواصلوا مع أهاليهم، تمام. يتطمنوا على أهاليهم، لأنه هذا راح ينعكس بشكل مباشر على تحسن حالتهم النفسية. تمام. أيضا بالنسبة لهالأطفال بالمستوى الثاني، طبعا بعد عم نحكي تأمين شيء بنسميه الساحات الصديقة للطفل، اللي هي أنه الطفل ممكن أنه يفرغ مشاعره من خلال مجموعة من الألعاب، من خلال تفاعله مع الأطفال الآخرين. بالنسبة للمستوى الثالث اللي هو الدعم النفسي الاجتماعي المركز، وهون يقع شيء اللي اسمه، اللي هو موضوع حلقتنا، الدعم النفسي الأولي، تمام. البي اف اي، أو الناس اللي بيسموه الإسعاف النفسي الأولي. نعم. الآن الواقع مثل ما ذكرت، المستوى الثالث هو اللي فيه الإسعاف النفسي الأولي، ولكن حاليا يعتقد بأنه الإسعاف النفسي الأولي يجب أن يكون في المستوى الأول، يعني في قاعدة الهرم. تمام. الآن بالنسبة للمستوى الرابع اللي هو الخدمات السريرية التخصصية، يعني موضوع الإرشاد النفسي، موضوع العلاج النفسي، موضوع الطبيب النفسي. لذلك هذه هي التقسيمات الأساسية لهرم ماسلو أو التداخلات اللي لازم تصير طبعا بعد حدوث الكوارث، مثل ما ذكرت، سواء هالكوارث كانت صنعية أو طبيعية. تمام دكتور، أنت كدكتور وسام محاسني، طبيب نفسي وتدرب، لديك تدريبات مع منظمة الصحة العالمية، مع وزارة الصحة التركية، هل هذا المبدأ يتفق عليه كل الجميع أم أن البعض لديه نظريات أخرى في هذا المجال؟ الواقع هذا التدريب هو تدريب أساسي، يعني منظمة الصحة العالمية، المنظمات الأخرى توصي بتطبيق هذا نعم الهرم البرنامج، لأن هذا برنامج عالمي، نعم نعم يعني حتى يعني ليس هو مطبق في الحالة السورية فقط، يعني هو تمام مطبق في جميع الحالات اللي مرت بكوارث. يعني تمام مثلا احنا نتذكر لما كنا بسوريا اشتغلنا مع الفلسطينيين، تمام وعلى هالأساس طبقنا هذا البرنامج. أيضا اشتغلنا مع العراقيين وطبقنا هذا البرنامج، أيضا بحالات كوسوفو طبقنا هذا البرنامج، أيضا حتى في تركيا هون، يعني لما صار الزلزال بعام 1999 أيضا تم تطبيق هذا البرنامج. فهذا البرنامج عالمي، يعني متفق عليه. تمام. دكتور لنفرض الآن أنت اشتغلت على هالمريض ضمن هرم ماسلو وضمن الطرق العلاجية الأخرى، فهل إعادة تعرضه لأزمة جديدة قد نعود إلى المربع الأول، قد نعود إلى نقطة الصفر ونحتاج إلى العمل من جديد، أم ربما إذا كان العلاج صحيح أن نتجاوز الأزمة نهائياً؟ الواقع كل ما كان العلاج صحيح والخطوات صحيحة والتشخيص صحيح بتكون الأمور جيدة. لكن بالنسبة، بحب أشير، بالنسبة للإسعاف النفسي الأولي هو طبعا لمساعدة الأشخاص على تجاوز المحن اللي مروا فيها. لكن هل جميع الأشخاص هم بحاجة لإسعاف نفسي أولي؟ الواقع لا، في بعض الأشخاص هم مو بحاجة لإسعاف نفسي أولي، لا بل بعض الأشخاص المدربين طبعا تدريب غير كافي على الإسعاف النفسي الأولي، بيقوموا بموضوع بنسميه التطفل، إنه نعم بيجبروا الضحية إنه لازم تتكلم مثلا بالعامية، والله إذا حكيت بترتاح، تمام لازم تعبر عن مشاعرك. لا، هي من أساسيات الدعم النفسي الأولي إنه نحن ما نضغط نعم على الشخص بالإفادة بتجربته بمعلوماته. كل ما هنالك، إذا رفض إنه يشاركنا تجربته، كل ما هنالك بنعطيه معلوماتنا، سواء رقم الموبايل، سواء رقم مركز الخدمة، سواء العنوان، وبنحكي له انه بس تحس حالك بحاجة لمراجعتنا فبإمكانك
مراجعتنا. تتواصل معنا. دكتور، أثناء حديثك ذكرت كلمة المتطفلين، من تقصد في هذا المتطفلين؟ هل هو ممارس نفسي صحي يتطفل أو خلينا نقول بكتر غلبي على المريض، ولا هو من خارج نطاق الممارس الصحي النفسي؟ الواقع دكتور، يعني أنت بتعرف يعني وإلك باع كبير بهالموضوع، سواء في تركيا أو بالإضافة من خلال برنامجك، الله يعطيك العافية، برنامجك عليك العافية في تركيا وسوريا. الواقع في العديد من المتطفلين على العلاج النفسي، يعني الشهادات المزورة ما بتخفى على حدا، بالإضافة للمراكز الفهمية ما بتخفى على حدا، بالإضافة للأشخاص. يعني أنا يعني تقريبا دربت 95% من المرشدين النفسيين اللي موجودين في تركيا على مدار 7 سنوات في معظم المدن التركية، تمام، لمدة 5 أيام على مجموعة من البرامج المتعددة. لكن يا ترى هالخمس أيام هل هي كافية حتى تكون أنت معالج؟ الواقع لا، يعني لابد من أخذ كورس كامل، بالإضافة لموضوع أهم من التعلم فقط، موضوع السوبرفيجن اللي هو الإشراف. يعني كيف أنت بدك تشتغل والله وبدون إشراف؟ يعني المفروض أنت عم تأخذ الهيدلاينز، الرؤوس الأساسية، رؤوس الأقلام الأساسية للعلاج، لكن أنت غير مرخص بالعلاج، لأنه بدك تمضي كورس كامل تنهي. وأيضا أهم من ذلك هو موضوع السوبرفيجن اللي هو الإشراف المستمر على طريقة العلاج وعلى طريقة الإشراف على المستفيدين. تمام دكتور، علينا أن لا نتطفل على الفاصل، نأخذ فاصل ونرجع للقسم الثاني من الحلقة. نعم نأخذ فاصل. تمام المتابعين الأكارم، في القسم الثاني من الحلقة نتابع مع الدكتور وسام عن الآليات الدعم النفسي لذوي المفقودين والفقد. ابقوا معنا. متابعينا الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. دكتور وسام، أريد أن أسألك، حالة الفقد من يتعرض لها من المقربين والحداد كم يمتد برأيك أو بالرأي العلمي؟ طبعا نعم، حالة الفقد أو الحداد أو مصطلحها الإنجليزي لغريف، تمام، هو لما الإنسان بيفقد عزيز عليه، يعني تمام، إنسان بيحبه، سواء أخ، أخت، زوجة، زوج، ابن، ابنة، حبيب، صديق، حتى الخسارة المادية الكبيرة تعتبر من حالات الفقد، حتى فقدان المركبة يعني السيارة تعتبر من حالات الفقد. لا بل أبعد من ذلك، في بعض البلدان مجرد أنه يفقدوا حيوان أليف هو قام بتربيته يعتبر من حالات الفقد والحدد. تمام. بالنسبة للفترة الزمنية، طبعا سألتني، عادة الفترة الطبيعية هي مدتها شهرين. تمام. لكن نحن كشرقيين عادة ممكن تمتد معنا لمدة 6 أشهر بسبب العلاقات الاجتماعية الوثيقة اللي بنتمتع فيها. تمام. بحب أذكر هون من الأخطاء الطبية اللي عم بلاحظها من خلال ممارستي، أنه بحالة الفقد يعني خلال فترة الشهرين في بعض المعالجين والأطباء بتداخلوا دوائياً على موضوع حالة الفقد. طبعاً حالة الفقد في بعض الأعراض فيها قريبة من أعراض الاكتئاب، لكن يوصى بعدم اللجوء إلى العلاج الدوائي بحالة الفقد. ليش؟ لأنه هي حالة متوقعة، يعني بين قوسين طبيعية بمر فيها الشخص، ريثما يتجاوز هذه الأزمة بدون أي تداخل دوائي. يعني نحن ممكن نعمل له نوع من الدعم النفسي الاجتماعي، التواصل الاجتماعي، فلذلك لازم نكون دقيقين بالتعامل مثل هالحالات. تمام دكتور، دائما نحن عندنا يعني بصير أو في الحالة السورية الآن في عائلات فقدت الأب أو الأم، وتكون الأمور تمام وقت بكون الأولاد صغار، وقت بنوصل لفترة المراهقة بتبدأ الأم بتعاني مع ابنها الذكر أو الرجل بيعاني مع بنته الأنثى، وبتتداخل المشاكل أكثر إذا كان في زوجي مرت أب أو زوج وما شابه. برأيك كيف يكون الدعم النفسي للأطفال أو لا أولاد المفقودين؟
بالنسبة لأطفال المفقودين أيا كان بما فيهم الأيتام، طبعا لهم برامج خاصة يجب التعامل معها، لأنه هؤلاء الأشخاص طبعا بتكون صدمتهم هي أكبر من صدمات الآخرين. لابد من احتوائهم سواء من العائلة نفسها، تفهمهم، تقبلهم، تقبل انفعالاتهم، تقبل أسئلتهم، وأيضا تقبلهم من المجتمع. يعني حتى ممكن قد يظهر على بعضهم العنف في المدارس، تمام. لذلك لابد من توعية المدارس والمدراء والمدرسين بأنه هالحالة الانفعالية اللي بمر فيها هالمراهق أو هالطفل اللي عنده حالة فقد أو أب معتقل تمام. أو أب متوفى، يعني هذا الشخص يتيم، المفروض أن يتم تفهمه ويتم دعمه. وبهذه المناسبة طبعا هنالك برنامج كامل أنا قدمته بالنسبة لهالأطفال، اللي هو كان اسمه التي آر تي، اللي هو التكنيكال ريكفرينج تكنيكس، اللي بسميه أنا أساليب البقاء عند الأطفال والمراهقين من 8 سنين ل 18 سنة. قدمته على مدار عامين في مدينة كلس ومخيمات كلس تمام. ومدينة غازي عنتاب، ودربت عليه مجموعة من الأخصائيين النفسيين حتى يقدموه بالمنظمات اللي تمام. العامل بيشتغلوا اللي على فيها الأرض. سواء في تركيا أو في سوريا. طبعا برنامج مهم كان طبعا بالتعاون مع منظمة Children and War. تمام، يعني دكتور هذا البرنامج ممكن إعطاؤه لذوي أو أهل أو أم الولد أو أبو البنت حتى يتعامل مع بنته فيه؟ نعم أكيد دكتور، لأنه هذا البرنامج بالضبط هو عبارة عن 7 جلسات، تمام. جلستين موجهات للأهل. الجلسة الأولى بنسميها الجلسة القبلية بتكون مع الأهل، وبعدين 5 جلسات مع الأطفال، تمام. والجلسة السابعة والأخيرة هي أيضا بتكون جلسة مع الأهل. تمام. وفي عنا استبيان قبلي واستبيان بعدي. الاستبيان القبلي طبعا نحن بنستعرض من خلاله الأعراض اللي عم بيعاني منها الطفل، وبعدين بعد ال5 جلسات اللي بنعملها مع الطفل بنشوف مدى تحسن هذه الأعراض، فبنقرر إذا الطفل خفت عنده الأعراض وإنه مش بحاجة استشارة نفسية فتبقى الأمور يعني ساكنة باردة. تمام. أم إذا كان استدعى أنه يتم تحويلها إلى معالج نفسي أو طبيب نفسي، يتم تحويلها إلى الطبيب النفسي. أجمل ما في هذا البرنامج اللي هو التي آر تي، اللي بسميه أنا أساليب البقاء عند الأطفال والمراهقين، بالإضافة لموضوع حلقتنا اللي هو الإسعاف النفسي الأول البي إف إيه، أنه هذول البرنامجين ليس بحاجة أن يكونوا مختصين، يعني مش ضروري يكونوا مرشدين نفسيين، ممكن يكونوا معلمين، ممكن تمام. يكونوا يافعين، ممكن يكونوا قادة مجتمع، ممكن يكونوا من أي تخصص آخر. تمام. يعني هي برامج غير تخصصية، تمام. مش ضروري يكون هو ذو تخصص نفسي. لا تمام. بل أنا من خلال ملاحظتي على مدار 7 سنوات في تركيا، وقبلها سنة في لبنان، وقبلها في الداخل السوري، يعني وجدت أنه المتطوعين من تخصصات أخرى كانوا متشجعين إلى هالبرامج هاي أكثر من أصحاب التخصص. تمام. يعني دكتور ممكن أنت ترسله لنا، ممكن نحن نوزعه عن طريق الصفحة إلى أي شخص يطلبه. تكرم عيونك. تمام. يعني لو راسلنا أي واحد على بريد صفحة عليكم العافي، ممكن نحن ندعمه بهذه مثل ما عم تتفضل برنامج تي آر تي حتى يقدر يشتغل عليه. دكتور نحن نتحدث الآن عن الفقد، هل هذا الفقد الآن إذا كان دائم أو مؤقت؟ يعني أنا لنفرض أحد العائلات لا تعلم عن مصير الشخص المفقود، هل الدعم النفسي على كل هذه الحالات متشابه أم الدعم النفسي للمفقودين بشكل دائم يكون مختلف عن المفقود بشكل مؤقت أو معتقل أو ما شابه؟ أساسيات الدعم النفسي لجميع الأشخاص هي نفسها، ولكن بحال المفقودين وخاصة اللي طال غيابهم لابد من وجود دعم نفسي من نوع آخر، اللي هو لابد من احتواء أهالي المفقودين
والتعامل معهم بحساسية كاملة وبحرفية كاملة، سواء من خلال دعم أسري، سواء من خلال دعم مجتمعي، تمام. سواء من خلال دعم تخصصي، من خلال شيء بنسمي جلسات جماعية، يعني جروب ثيرابي، يعني ممكن أنه نجمع مجموعة من أهالي المفقودين بحيث أنه كل واحد يحكي عن تجربته، بحيث أنه يدعموا بعضهم البعض. طبعا ليست القضية يعني مثل ما بيفكر البعض انه والله مثل المثل العامي انه اللي بيشوف مصيبة غيره بتكون تمام. عليه مصيبته، لا ابدا، هذا كلام غير صحيح، لانه تمام. كل شخص بيعتبر انه تجربته فريدة وتجربته خاصة فيه، و يعني لا يمكن ان يصل احد آخر إلى مثل هالمشكلة اللي وصل لها، ولذلك نحن بنأكد على خصوصية كل شخص. لذلك تمام. من الأخطاء الشائعة عند بعض المرشدين والمعالجين النفسيين لما بيحكي له ناجي أو مسترشد أنه أنا بعاني من كذا وكذا، فبيحكوا له شو؟ أنه المعالج بيحكوا له أي شغلة بسيطة ما في مشكلة. طيب يا أخي لو أنها بسيطة، هو راجعك بالعكس، هذا الاستخفاف، الاستخفاف في المسترشد والمتعالج اللي عم بيراجعك. لا، لو انه الشغله بسيطه اكيد ما راجعك، تمام. المفروض يكون في احترام لعقليه ومعاناه الشخص اللي عم بيراجعك. نعم، في مبدأ بقوله انه عم كسر عليه، يعني مشان ما كثير يعني يشد على حاله انه. طيب دكتور، نحن من خلال الاسئله الان ناقشنا سؤالين بدون ان ندري، وهي مناقشه احد الحالات، ايضا تجربتك عن الدعم النفسي الاجتماعي في تركيا، ذكرت انه عملت دورات على التي ار تي، برنامج استبقاء الاطفال. دكتور عندي سؤال الان، انت خلال كل هذه الفتره برايك، الان نسمع ويتردد الى مسمعنا والى ايضا وسائل التواصل الاجتماعي محاولة انتحار بعض الأشخاص أو قتل أمهات لأطفالهم، لا نعلم بعد إن كانت حقيقة أو لا، إنما الأوضاع أصبحت مزرية بشكل كبير، يوجد فاقة كبيرة عند الناس، أحيانا تقدم بعض الأمهات على قتل أطفالهم أو محاولة الانتحار بسبب ضيق المعيشي وضنق الحال. دكتور، هل هناك تشكيلات الآن في الطب النفسي برأيك قادرة على احتواء المشكلة النفسية العظيمة والمتعاظمة لدى السوريين؟ نعم، بالعودة للسؤال الأول دكتور أيمن، اللي هو موضوع حالات الانتحار. في الواقع ما فيش دراسات أكاديمية تمت لإحصاء حالات الانتحار، يعني ما فيش أدوات لهذا الشيء. أما بالنسبة لموضوع الفقر والوضع الاجتماعي السيء والوضع الاقتصادي السيء، لابد أنه نأكد أنها هي عوامل مهمة بالحظ على الانتحار. يعني حتى نكون واضحين، يعني أنا في مقابلة تقريبا من أسبوع على أحد الشاشات، كان في زميل معي عم بيحكي معي إنه الشعب السوري يحب الحياة، وأنه الانتحار لا يوجد موجود، وأنه ما فيش أمراض نفسية. يعني نحن ما بدنا نكون ملكيين أكثر من الملك، صحيح. يعني لا، نحن عنا مصيبة، نحن عنا أزمة كبيرة، نحن عنا مشاكل نفسية وأمراض نفسية ظهرت للسطح. لذلك لازم يكون في تكاتف بين كل المنظمات العالمية والحكومية وغير الحكومية، أو رجال الدين والواعظين والمعالجين والأطباء النفسيين والبرامج النفسية والبرامج اللي عم بتقدمها حضرتك على هالشاشة، كلها برامج توعوية بحيث نحن نوصل أفضل خدمة لهالناس اللي صار لهم بيعانوا على مدار 8 سنوات. الواقع ممكن يكون في عنا تشكيلات، ولكن من خلال ممارستي العيادية خارج سوريا على مدار 7 سنوات وجدت موضوع المنافسة. يعني في منافسة بين المنظمات، يا جماعة احنا القضية مو قضيتنا منافسة، قضيتنا أنه نخدم الإنسان السوري، اللاجئ السوري، يعني بتكفيه معاناته النفسية، بتكفيه معاناة الحرب اللي عاشها،
حاجة أنه نتعامل بهالطريقة. نعم إذا نحن ما كنا صف واحد بصراحة يعني الأمور حتصير أسوأ وأسوأ. نعم أشكرك دكتور. متابعينا الأكارم، لم يبقى لي إلا أن أودعكم، مع السلامة.